فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصلاة، قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في موضعه، والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وسمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدة، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. لا خلاص خلاص، احنا ما زلنا في التشهد الأوسط، ما زلنا في التشهد الأوسط. ففي التشهد الأوسط احنا قلنا مسألة الإشارة بالسبابة والتحريك أو عدم التحريك، يبقى لنا ألفاظ التشهد، وألفاظ التشهد توقيفية وقد جاءت متعددة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة. أقول إخوتي الكرام، بعض العلماء يرجح رواية عن رواية، ويرجح طبعا لهم أنظار مختلفة بالاجتهاد. من رجح رواية عن رواية مقصده الأسمى أولا هو ابتداء ها الاستيعاب، أن تكون رواية استوعبت كل ما جاء عن الروايات الأخرى. وممكن يكون مقصده الإيجاز، التأثير على عباد الله جل في علاه. وحقيقة الأمر الذي أدين الله به ما قال ابن تيمية: إذا جاءت السنة متنوعة فالسنة التنويع. إذا جاءت السنة ثابتة يعني متنوعة فالسنة التنويع. أما ألفاظ التشهد فقد جاءت روايات، رواية ابن عباس: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، ما قال السلام عليكم. وفي أكثر نسخ صحيح: السلام عليك أيها النبي، وهو الأصح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة على النبي ليست من التحيات عشان تفهموا، نعم، لأن كثير من الناس يقولون والصلاة الإبراهيمية من التحيات، هي ليست من التحيات، نعم. أو إحنا كلنا بنقول بذلك، كلنا درج علينا لسان النصف الثاني من التشهد. رواية ابن مسعود قال: التحيات لله. هو في حاجات هنا قدامي، شيل الشنطة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام والسلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد قال عمر بن الخطاب، رواية عمر بن الخطاب، أنه علم الناس على المنبر التحيات لله والبركات لله والطيبات لله الصلوات لله، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أنا أقول في هذا يعني قصة عمر، رواية عمر بالذات أخرناها لأمر آخر، وهو أن بعض العلماء يأخذونها بقول ابن مسعود على أنه بعد موت النبي يقول السلام على النبي، السلام على النبي، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، عشان ما يكونش في كاف الخطاب في هذا أو السلام على النبي، بدون السلام عليك أيها النبي. أقول عمر بن الخطاب في محفل من الصحابة قام فخطب الناس وقال السلام عليك أيها النبي. لو كانت المسألة على ما قالوا وش يحدث؟ إنكار، يراجعوه، يقولون له لا، يقال السلام على النبي. وهذا أدل الدليل على أن من قال بأنه يقال السلام على النبي قد أخطأ خطأ فاحشا، ويعني خالف ما جاء نصا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع قد أقروا بذلك. هذا يعتبر من الإجماعات السكوتية. المذهب اعتمد حديث ابن عباس، وكثير اعتمدوا حديث ابن مسعود، وقلنا التنويع إذا جاءت سنة متنوعة فالسنة التنويع، وإلا فالراجح في ذلك ابن مسعود لأنه أوعب
من تحيات ابن عباس. شروط للتحيات: أولها أن يأتي بها مرتبة، فإن جاء بها غير مرتبة بطلت صلاته إن غير المعنى. يعني بدل ما أقول التحيات لله والصلاة والطيبات يقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، التحيات لله والصلاة والطيبات، فيبدل. فإن بدل في هذا الباب وتغيرت المعنى، هنا ممكن ما يتغير المعنى، وتغير المعنى تبطل الصلاة بذلك. لكن لما يتغير المعنى فالصلاة صحيحة ولكنه خالف السنة في الترتيب. يعني احنا قلنا التحيات لله والصلاة والطيبات، يقول الطيبات لله السلام عليك يا نبي والتحيات لله في هذا الباب، فإنها لا تغير المعنى بالتقديم أو التأخير. التقديم والتأخير لا يغير المعنى، لذلك قلنا تصح ولكنه خالف السنة في ذلك. حتى التشهد الأخير لو ما رتب وما غيرش المعنى، لكن لو ما رتب وغير المعنى الصلاة تبطل حتى في التشهد الأوسط. لا يا مال، اصبري، المصابرة أفضل. نعم. أي نعم، لكن ما تم احنا قلنا في هذا الباب انه التحيات هي الطيبات، هي الصلوات، فاهم؟ توقيفيه، ولذلك احنا قلنا حتى لو ما رتب اتى بها ولا ما اتى بها، اتى بها، لكن الهيئه لما تغيرت، هل الهيئه دي بدلت ولا ما بدلت؟ ها؟ لا، بدلت المعنى، اقصد ما بدلت المعنى، فقد نقول لما بدلت المعنى لا تبطل الصلاه، لانه المفروض ياتي بها لانها جاءت متنوعه. هو يقال بذلك لو بدل المعنى، بدل الالفاظ وكل هذا الرميات والركن فبدل الصلاه، على اساس ان هو ما اتى بركن على وجهه. ما انا قلت المساله على وجه انه اتى بالالفاظ اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ولما تنوعت لاربعه او خمسه قلنا اذا الامر فيها ايه؟ يسير، لانه في 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 يعتبر اختصار وتطويل، يعني في نقول روايه اوعب من روايه، وروايه فيها كلام مش موجود في الروايه الاخرى، فده معناه انه اصلا الامر يحتمل، لو بدلها يحتمل، ده التبديل هذا في الكتاب كان محتملا، يبدل السميع العليم بالغفور الرحيم او العليم الحكيم، محتمل ولا مش محتمل يا شيخ؟ قال والحديث صحيح في ذلك، قراءات هنا ولذلك قلت لك هنا وردت. هنا لما يقول التحيات لله والصلاة والطيبات، هو قال الطيبات التحيات الصلوات، بدلها هنا وش يعني نقول فين هنا الذي يعني يكون مغيرا او قل يكون قادحا؟ ما هو جاءت، بص، جاءت التحيات المباركات والصلوات الطيبات، هنا جاءت التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك يا نبي. شوف مثلا لو قرات مثلا فتحها بدلت ايه مكان ايه؟ لا، هذه غيرتك، هتغدى لازم تبدل، لا لازم تبدل المعنى ايضا، هيبقى للركنيه كما قلت انت، ولا المعنى انها بدلت المعنى. الرحمن الرحيم، استغفر الله، الحمد لله رب العالمين، ما غيرتش معنى. يعني يقدم ايه مكان ايه. هو انت كلامك فيه وجاهه، لان هو قال ابن مسعود كان يعلمنا السوره، كان يعلمنا التحيات كما يعلمنا السوره، لكنها حقا ليست سوره. لذلك المذهب المعتمد في الشافعية قالوا لا تبطل الصلاة، طبعا إذا كان بدل لم يغير المعنى، لكن غير المعنى قالوا تبطل الصلاة في هذا الباب، وهذا أنا أرتاح إليه، لأنه الأصل عدم إبطال الصلاة إلا بدليل أوضح من شمس النار في هذا الباب. وأما بالنسبة للأمر المسألة الثانية في هذا الباب، هل يقول السلام عليك يا نبي ولا يقول السلام على النبي؟ نعم، يبدأ العمل بالتسبيح للجاهل أو كالفاتحة، ما فيش مشاكل، لا بس هنا لا واجب مع عذر. أيوة، هو لما اتى بها على غير وجهها. أيوة، هم بيتكلموا في امر صحيح. نعم، اقول اخوتي الكرام، فاذا قال السلام وصل الى السلام علي النبي، يقول السلام عليك يا نبي ولا يقول السلام على النبي؟ من في حاجه؟ طب لا
السلام عليك يا نبي. ولا يقال السلام على النبي خلاص سيدنا. السلام عليك أيها النبي. وهذه ولو قال السلام على النبي ما يكون قد أصاب. لكن هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته. لأنه الأصل فيها السلام على من؟ على النبي. ولكن السنة أن يقول السلام عليك يا نبي كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما تبطلها لقال ابن مسعود يعني؟ لقال ابن مسعود. إذن يبقى لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهي في التشهد الأوسط هل هي سنة أم واجبة أم ماذا؟ طبعا الظاهرية قالوا بالوجوب، إنما في المذهب قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحب، سنة مستحب. وده القول الذي ندين الله به، لكن هو في المذهب قولان. القول القديم أنها يعني قالوا ليست بسنة، كان إذا جلس في التشهد الأوسط كان كأنه جلس على الرطف. وطبعا تعلمون هيئة التشهد الأوسط غير هيئة التشهد الأخير. طيب هيئة التشهد الأوسط إيش؟ وإيش؟ سمعش الافتراش في الأوسط. لما؟ لأنها تنبئ بقيام، تنبئ بركعة قادمة. فالتأثير في هذا الباب هو الأصل. التأثير في هذا الباب هو الأصل. فلذلك نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليست بسنة في التشهد الأوسط، لأن الأصل أن يقوم، والصحيح أنها سنة. المعتمد حد في المذهب بأنها سنة. وقالوا أولا لعموم قول الله تعالى صلى الله عليه وسلم وتسليما. والأمر الثاني صراحة لم يرد عن السلام هذا الكلام يعني. وأيضا الأمر الثاني القياس على التشهد الأخير. نعم شيء. هي برمتها سنة أصلا في الأخير. بس في الأخير لا واجب. في الأخير واجب. قاس التشهد الأوسط التشهد الأخير. الجامع بينهما من التشهد. جلوس التشهد. فقالوا بالقياس. نعم. وقالوا الإلحاق من أكثر من وجه. الأصل أن النفل والفرد سواء. وفي الوتر النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الوتر تسعا كما وصفت عائشة جلس في الثامنة فتشهد تشهدا كاملا، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تشبه التشهد الأوسط لأنه جلس بعد ذلك في التاسعة فتشهد تشهدا كاملا. فالتشهد الأوسط هيئة الجلوس فيه الافتراش عند الشافعية ده المعتمد، وعند الحنابلة طبعا نحن لا تعرض للخلاف إلا إذا كان الدليل خلف ما خلاف ما نتبناه. الافتراش، وهذا ورد في حديث مالك وغير مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حارث على صفة صلاة النبي أنه افترش في الثانية وتورك في الرابعة. افترش في الثانية وتورك في الرابعة. حنابلة قالوا ذلك مع الشافعية لكنهم خالفوهم في الفجر. وأما الشافعية فقالوا في الفجر يتورك. الحديث أنه قال كان يتورك في إيش؟ في الجلسة التي يتبع السلام. فضل الديشي لسه شيء. والجلوس في الصلاة الجلسة بين الجلستين، والجلسة الثانية جلسة التشهد، والجلسة الثالثة جلسة الاستراحة في الوتر من الصلاة، والجلسة الرابعة جلسة التشهد الأخير. الجلسة بين الجلسة بين الجلسة بين السجدتين بالافتراش أو بالإقعاء، لكن الإقعاء السني
هو لقاء السني هو الذي قال ابن عباس ينصب القدمين ويجلس بإليتي على قدمين على الكعبين. والجلسة التشهد الأوسط بالافتراش، وجلسة الاستراحة في الوتر من الصلاة عند الشفاعية بالافتراش أيضا. وهذه دالة على تحقيق المعنى أن الافتراش تهيئة النفس للقيام، الافتراش تهيئة النفس للقيام. الجلسة الرابعة هي التشهد الأخير. والدليل على الجلسات الثلاثة الأولى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان، ينصب اليمنى هكذا. احنا أتيت بها صح كده، أتيت بركعة كاملة صح، ينصب رجله ويفترش اليسرى ويقعد عليه. وحديث أبي حميد السعيدي كان النبي يفترش اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأما الرابعة قد وردت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك، وقد قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بالنسبة للجلوس في الصلاة هل هو واجب أم هو مستحب؟ طبعا الكلام هذا فيه رد على الأحناف. الحنفية تعلمون أنه حتى يقول الرفع مش ما فيش رفع، يعني المعنى أن الرفع عنده مستحب، لو راكع ينزل من ركوع للسجود يصح، ما فيش اطمئنان في الصلاة صراحة عند الحنفية. لا صلاة قل لا صلاة، الحنفية في الصلاة لا صلاة. ها بيقولون إن كنت راكع تنزل على السجود ما ترفعش. في مسألة شيخ أحيانا بتحصل من الناس، هو نسل إن هو يركع فنزل للسجود فيرجع من السجود للركوع مش يرجع للقيام. لا يرجع لكم و... لا يأتي بالركوع إلا قائمة من قيام إلا قائمة. إيه دليلهم شيخنا؟ أنا آسف هم الحنفية قالوا ليس بواجب، قالوا بالقيام الزيادة اركع وزيدوا فركع وسجد خلاص هو ده المطلوب، الرفع مش موجود يعني القرآن على ذلك، والزيادة عندهم نسخ. يعني ما قالوا برفع بالقيام دون الاطمئنان فقط؟ طبعا رفع نفس السنة، وإذا رفع الاطمئنان فيه أيضا سنة وليس فرض. ودل على ركنية الجلوس والاطمئنان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، وكان النبي يفعل ذلك حتى نزل على أصل المنبر وبين لهم كيف الركوع والسجود وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفترض علينا التشهد السلام على الله، وبين أنه يجلس ويقول ذلك. طبعا الخلاف بين الحنفية والملكية والحنابلة والشافعية، لكننا لا نتعرض للخلاف لأن هذا موافق للسنة التي تكلمنا عنها. يبقى أنه قال لما قال بإيش يا شيخ؟ قال والمرأة تخالف الرجل في خمس. لا 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 دعك، بعد شهود قال بالقنوت. نعم وش قال؟ قال والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. قال والقنوت في الصبح يعني سنة، والقنوت طول القيام مع استحاب الدعاء. و يرى العلماء القنوت في الفجر من المستحبات، والمالكية يوافقون الشافعية في ذلك ولسنا بصدد الخلاف. وأجمع أهل العلم على أن من ترك القنوت أو من قنت فالصلاة صحيحة، ترك أو قنت فالصلاة صحيحة، يعني المسألة ليس لها تأثير قوي في هذا الباب. الشافعية يرون أن القنوت سنة في الصبح، و
وفي الوقت اللي فيه الشطر الثاني من رمضان. أما في الصبح فاستدلوا على ذلك بحديث أنس ابن مالك في صحيحين كان رسول الله يقمت على ريع الوذكوان وعصية شهرا كاملا ثم ترك، ويثبت أولية القنوت. لكن في المستدرك وبسند صحيح وبسند متكلم فيه في العوام بن حمزة المازني البصري تكلموا فيه، لكن الصحيح أنه ثقة. فلم يزل يقنط في صلاة الصبح إلى أن مات. أنس يقول فلم يزل. فمن قال بصحة الحديث لا بد أن يقول بأن القنوت سنة، وقد ورد في السنة الكبرى بأسانيد صحيحة أن النبي قنط الفجر أن يتركه. فمن قال بصحة الحديث واجب أن يقول القنوت سنة مستحب، لا أن يقول بدعة. أحمد يقول بدعة لأنه لم يصح عنده إيش الحديث، حديث لم يصح عنده. لكن عندنا أدلة، جاءت حديث قال الأسود صليت كثيرا خلف عمر بن الخطاب فكان يقنط في الفجر. وبسنة صحيح عن ابن عباس أنه صلى بالناس الصبح فقنت في الفجر بعد رفع من الركوع في الثانية. وورد عن علي بن أبي طالب أنه قنت في الفجر كثيرا، وبإسناد حسن ورد عن أبي بكر أنه قنت في الفجر. وهذه كلها أدلة تثبت القنوت في الفجر. ولذلك الشافعي يقولون القنوت في الفجر سنة متبعة، القنوت في الفجر سنة متبعة. لذلك يعني استحبوا لمن لم يقنط أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو، لمن لم يقنط أن يسجد للسهو. واختلفوا في محل القنوت، أهو بعد الركوع أم قبل الركوع؟ والمذهب أنه بعد الركوع، بعدما يرفع من الركعة الثانية. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنط على الذين قتلوا القراء قال أبو هريرة بعدما رفع من الركعة الثانية رفع يديه، أو قال قنت عليهم شهرا كاملا بعدما رفع من الركعة الثانية. فهو بعد الرفع من الركوع. ومن المستحب أن يرفع يديه كما حديث أنس، وفي وقت ابن مسعود كان يرفع يديه قبل صدري هكذا ويدعو في القنوت هكذا وهو يقنط. لكن كان على استدفاع البلاء كان يرفع يده على ظهر اليد الكف على الكف باطن الكف إلى الأرض والظاهر إلى السماء. يقولون يرفع يديه إلى صدري حياز صدره ويدعو. طيب بعد ما يدعو ماذا يفعل؟ يمسح وجهه أم لا؟ مسح الوجه. ومسألة مسح الوجه قال بها بعض العلماء، والمسألة واقفة على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بها وجهه وجلده، من حسنه قال به ومن ضعفه قال لا. طبعا قالوا مسح الوجه لا، قالوا الأصل في الأبدات التوقيفية وما في دلالة على مسح الوجه، بل من استمر عليها كانت بدعة ضلالة. يقول بهاقي ورد بعض الأخبار بجواز مسح الوجه خارج الصلاة، أما بداخل الصلاة فلم يرد عن أحد فعل ذلك. فاستدل بالترك هنا الآن، أهو البهاق أهو اكتبوها فوائد الله كلمة قبعت لي فوائد ديت الله كلمة البهاق نفسه أهو قال وجعل الترك دليل في هذا الباب. يعني استدل بالترك، وهم الأفراخ من المتأخرين يحاربون يقولون الله أنت تقول لنا لما لو ترك ده ملزم، طب الصحابي ما فعلش، التابعي ما فعلش، هو الترك دليل، الترك مش دليل. أو البهاقي بيستدل من الترك إيش دليل، بيقول نعم جاءت روايات في المسح خارج الصلاة، لما داخل الصلاة ما فيش ولا رواية فيه، ده يعني احتج بالترك ولا ما احتج؟ احتج بالترك أهو، احتج بالترك. والصحيح أنه لا مسح للوجه، الصحيح الراجح في هذا الباب لا مسح للوجه بحال من الأحوال. إخوتي الكرام، ختاما للكلام على القنوت، القنوت في النوازل، احنا قلنا الشافعية يرون القنوت في الفجر سنة. طبعا القنوت أيضا في رمضان السنة أنه في الشطر الثاني من رمضان، وفي وجه عندنا في المذهب أنها في كل رمضان. والأدلة التي جاءت عن أبي بأنها في الشطر الثاني أدلة ضعيفة، أسانيد فيها ضعف، ولكن السنة كما قلنا هو في النصف الثاني، في النصف الثاني. آسف شغال أنت، بأنها في النصف الثاني من رمضان يكون القنوت. وحديث أنس قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستدرك الحاكم قال لم يزل يقنط إلى أن فارق الحياة، ما ترك القنوط إلى أن فارق الحياة. أما القنوط في النوازل فحديث الصحيحين عن أنس أن النبي قنط على رعل وذكوان شهرا كاملا ثم تركه،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت للمستضعفين من أهل مكة شهرا ثم تركه. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبا صليت خلف النبي وأبو بكر وأبي بكر وعثمان وعلي أكانوا يقنطون فقال أي بني بدعة محدث بيتكلم عن قنوط الفجر أي بني بدعة محدث معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يقنط وعثمان وعلي والذين قالوا بأنه القنوط غير سنة قالوا لو دام عليه النبي لعرفه الجميع قد نقول من صلى معه قبل أن يقول أنس فيكون تكون الصلاة في هذا الباب أنه استجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قنوتا ملازما له إلى أن فارق الحياة ومن حدثه لم يصلوا مع النبي لم يدركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي صلى الله عليه وسلم بالقنوت قد يكون توجيها ولكن قوة من قال بأنه لم يقنط أيضا قوة ليست بالهينة وهذا الذي جرى الإمام العلم أحمد بن حنبل أن يقول أنه إيش بدعة والحقيقة أنه ليس بدعة والخلاف هنا خلاف معتبر وإن كان السنة ندين الله بأنه سنة أن يقنط في الفجر وأما قنوط النوازل فقنوط النوازل يكون في الفجر والمغرب كما رد صحيح مسلم أو في الفجر والمغرب والظهر والعصر في الخمس صلوات وتبقى مسألة هل هي تحتاج إلى تفتقر إلى 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 إذن الإمام هذا قال به الحنابلة أما الشافعية قالوا لا إذن الإمام في ذلك وأنه حتى الصلاة تعقد وأيضا القنوط يكون بغير إذن الإمام لأنها عبادة والعبادة الأصل فيها تقديم حق الله لا رفع حق الناس ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.